من المفترض أن نقول شهر رمضان مبارك، ولكن في فكرة خارج الصندوق يجب أن نعرج عليها حتى نستوعب. الفكرة تتكلم عن قوة العادة، ليست العادات والتقاليد ولا أي عادات أخرى، وإنما العادة التي بنيتها أنت بنفسك. فالقيود التي قيدت بها نفسك من خلال العادات التي وضعتها أنت في البداية ثم أصبحت قيود وضيعت مفتاحها، رمضان هو نسخة احتياطية لتلك المفاتيح. أي عمل جديد تبدأ فيه فإنه صعب، فكأنما تشق طريق في جبل بصعوبة بالغة، والبدايات هي دائما أصعب شيء. فالعادة في البداية تكون زي كذا طريق صعب، مع التكرار ومرور السيارات والمحاولات راح تصبح عندك بطريق أسهل حتى تصبح عادة. بعد فترة من الزمن والمحاولات راح يكون عندك الطريق بالشكل هذا، فتصبح العادة عندك جميلة وشيقة والمرور فيها ممتع. طبعا هذا يتكلم عن أي عادة، عادة التدخين، عادة استخدام الجوال، عادة القراءة، أي عادة في البداية صعبة ثم تصبح جميلة وشيقة ويستمتع بها العقل. هذا ما فالعادة في عقلك هي مثل الطريق المعبد الجميل، يستمتع بالرحلة فيه، سهل القيادة فيه، سهل الوصول إليه، لذلك لا يبحث عن طرق أخرى. ثم يأتي شهر رمضان المبارك، جعله الله بطريقة وصفة مختلفة حتى يكسر قيود العادات ويجعلك تنطلق إلى حياة أخرى. فشهر رمضان المبارك هو فرصة لترك العادات السيئة، سواء جوالات أو تدخين أو أي عادة سيئة اعتدت عليها ما استطعت تخلص منها، رمضان فرصة. المشكلة أنه بعد 4 أو 5 أيام راح تبدأ تحن للطريق الجميل السابق اللي بنى عقلك، فقاوم ولا ترجع له وحاول تشق طريق جديد. رمضان فرصة لبناء عادات جديدة، عادات القراءة، عادات الرياضة، عادات النوم المبكر، مع أنها صعبة هذه، لكن أي عادة تكتسبها أخرى من خلال رمضان هذا، حاول أنك تكتسب لك عادات جديدة، تمرير لك طرق جديدة حتى تستمر لك بعد رمضان، فهي فرصة. شكرا لك.